مرحبا واهلا وسهلا فيكم في وومر. اليوم بدنا نحكي عن اسعار مواد التنظيف. اسعار مواد التنظيف مهمه جدا في المنزل، الديترجنت، الشغلات اللي بتستخدموها في الغسيل، لانها بتستهلك كثير من المصروف الشهري، فعشان هيك كل شخص مهتم بهذا الشيء. فخليكم معنا وورجيكم هاي الاسعار. من أدوية الغسيل زي ما انتم شايفين هون بحط لك عدد اللودز اللي بتقدر تسويها في هذا. هذا وزنه 2 كيلو سائل، بيعمل 35 غسلة، سعره $4 اذا بتشتري 2. طبعا هذا البراند كويس. هذا التايد يمكن كلكم بتعرفوه، هذا بيجي حبة 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 بالحبة، يعني بيعمل 43 غسلة وسعره تقريبا $11. هذا تايد سائل بيعمل 38 غسلة، سعره $6. هذا شوف، هذا جريت فاليو، بكون مصنع من نفس شركة تايد، اوكي، لا وولمارت. بيعمل 72 غسلة، يعني تقريبا 40، هذا 86، ضعف السعر، بس السعر بيزيد بس $3 او $4. سعر طبعا للأسف مش هقدر اشرح لكم كتير عن هذا القسم لاني معلوماتي مش كويس كتير، لكن اكيد في ناس عندهم معلومات، وخاصة اخواتنا السيدات لانهم بيعرفوا الفرق بين هاي البرودكتس. هذا اعتقد انه سوفتنر للملابس خاصة للاطفال. anyway هاي الاسعار قدامكم. هذا كلوركس، هذا الحجم، خلينا نشوف هذا الحجم. الكلوركس هذا لتر و 89 $2.70. هذا نفس الحجم، اوكي، من جريت فاليو. هي تذكرتوا في الحلقات الماضيه حكينا انه كل سوبر ماركت في سر عنده براند خاص فيه. في وولمارت اسمه جريت فاليو، هذا البراند بيكون مصنع من نفس الشركة، يعني تطلع تقريبا نفس الشكل نفس الحجم، والسعر بيكون دائما أرخص. فهذه good things to know، نفس الجودة. هذه دواء الغسيل تبع التشواشر، هذول think softener، شغلات زي هيك. زي ما حكينا لكم مش هنقدر نشرح كتير عن هذا القسم، لكن ان شاء الله بتكونوا عندكم معلومات صارت عن موضوع هذا الجاربج باجز. طبعا احنا بنشتريها هون جاربج باجز، لانه هذه مسؤولية الفرد انه يحصل على الجاربج باج ويحطهم في الجاربج. بتيجي كل اسبوعين باخذوا الجاربج، وكل اسبوع باخذوا الاكل، واسبوع او اسبوع لا باخذوا الورق والبلاستيك. هاي اسعار مثلا المكانس، هاي المكنسة مع مجرود، هذول المسطحات، هذول الاسطولة. كمل، هاي الشغلات اللي بنظفوا فيها الارض، هاي مثلا التنتين $7، هذول الاسفنجة، طبعا في اكثر من اسفنجة بتكون هون، فيها 3. هذا الاوف، هذا شيء مهم جدا في الصيف عندنا في كندا، لأن في ناموس كتير، فهذا بنظف بشيل الناموس. في منه أنواع كتير زي ما انتم شايفين، هذا
مبيد حشرات، هذا معطرات للجو، أعتقد إنه هاي ناس كتير تهتم فيها كمان الآن. يعني الأسعار زي ما انتم شايفين، مش هنقدر نحكي عن كل شغلة، بس هذا السعر اللي موجود أمامكم، هذه منتفات الجو. كمان منتفات الجو، الأسعار واضحة، الأسعار بشكل عام. هدول دواء الغسيل تبع الجلي، طبعا بدكم تنتبهوا ان الدولار الكندي لا مش زي الدولار الامريكي، هو اقل، عشان هيك ما تقارنوا بالدولار الامريكي، تحسبوها حسبه صح اذا بدكم تحسبوا. هذا دواء الجلي تبع الدش واشر، كمان يعتمد هذا مثلا 60 غسله ب 16 دولار، هذا 110 غسلات ب 22 دولار، هاي عدد الغسلات اللي موجودة، هذا السعر. هذا منظف الزجاج، منظفات الزجاج. هذا البايناسون زي الديتون عندنا، بعطي ريحة حلوة، يعني بعطي ريحة هيك بعقم. هذا للتواليتس اي ثينك، هذول الوايبس تبعون الديزنفكشن اللي بنعقمه، هاي الاسعارهم. ان شاء الله يكون هذا الفيديو اعطاك وجهه او لمحه سريعه عن الاسعار الموجوده في كندا. تابعونا في الحلقات القادمه عشان والماضيه كمان، عشان تعرفوا اكثر عن الاسعار في كندا. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع أصحابك.